شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى أهم الأحداث التي اتفقت في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هي ولايته للعهد المأمون. عرض على الإمام الرضا صلوات الله عليه أن يكون هو الخليفة، ولكن الإمام رفض ذلك، فعرض المأمون على الإمام أن يكون وليا للعهد، وأصر على الإمام وألح على الإمام، وفي النهاية وبعد فترة طويلة من الإصرار والإلحاح هدد الإمام بشكل صريح: إما أن تقبل ولاية العهد، وإما أقضي عليك. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قبل ولاية العهد مكرها. هذه الوثيقة التي نريد أن نتلوها في هذا اليوم ذكرها السيد الأمين رحمة الله تعالى عليه في أعيان الشيعة، وذكرها كثير من المؤرخين. السيد الأمين في أعيان الشيعة يقول إن هذه الوثيقة نقلها عامة المؤرخين، يعني جميع المؤرخين، كل المؤرخين نقلوا هذه الوثيقة التي كتبها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه حين أكرهه المأمون على ولاية العهد. المؤرخين ذكروا أن الإمام كتب هذه الوثيقة ارتجالاً، يعني مو أنه المأمون طلب من الإمام أن يكتب والإمام ذهب إلى البيت وفكر وتأمل وكتب مسودة وكتب مبيضة واستشار أصحابه. لا،
لم يكن هنالك أي شيء من هذا القبيل. المأمون كان قاعد والإمام كان قاعد، فدفع إليه الورقة وقال اكتب. الإمام ما يحتاج إلى تفكير، ما يحتاج إلى تأمل، الإمام متصل بذلك العلم المطلق الذي لا حد له، ما يحتاج إلى تفكير وإلى تأمل وإلى استشارة، لا، وإنما الإمام أخذ الورقة وفورا سطر هذه الكلمات. وحقيقة هذه الوثيقة تحتاج إلى مجموعة من كبار العلماء في مختلف الحقول والمجالات، علماء النفس، علماء التاريخ، علماء الاجتماع وغيرهم، حتى يدرسوا كلمة كلمة من هذه الوثيقة. وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ماذا ضمن في هذه الوثيقة، وما هي المضامين التي تكمن وراء كلمة كلمة من هذه الكلمات. هذا كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه، ينقل هذه الوثيقة التي كتبها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. أول كلمة في هذه الوثيقة، الكلمات الأول كلمات عجيبة. إحنا عندنا شيء في اللغة وفي العرف أيضا، العلماء يصطلحون عليه ببراعة الاستهلال. يعني الإنسان عندما يبدأ كلامه بشيء يجب أن يلاحظ المقام الذي هو فيه، وتكون تلك المقدمة مناسبة لذلك المقام. يعني إذا واحد مثلا يريد أن يخطب في حفل زفاف، في حفل خطبة، يبدأون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أحل التزويج والنكاح، هذا مناسب لهذا المقام. إذا واحد يريد أن يكتب وصية، أول كلمة يكتبها في هذه الوصية يجب أن تكون مناسبة لأجواء الوصية وأجواء الموت. يمكن شايفين هذه الوصايا المتداولة. المقام مقام ولاية عهد، المقام مقام حكومة، المقام مقام إمارة، تلك الإمارة اللي كان هارون يقول للسحاب شرقي غربي أينما تذهبين أنت في ملكي. الإمام يصير الشخصية الثانية من الناحية الظاهرية في هذه الدولة العظيمة. الآن بداية ما يكتبه الإمام بهذه المناسبة صلوات الله عليه، شنو يجب أن تكون؟ يجب أن تكون مناسبة لهذا المقام. ولكن لاحظوا كلمات الإمام المأمون مع علمه. المأمون كان عالم ولكنه عالم فاسق، عالم منحرف، الشيطان عالم أيضا ولكن عالم فاسق، عالم منحرف. المأمون مع علمه ومع توجهه يمكن خفيت عليه هذه المضامين
في كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلا كان يطلب من الإمام أنه غير هذه الكلمات، غير هذه المضامين. أول كلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفعال لما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه رسالة واحد يكتبها في ولاية العهد، هكذا تكتب رسائل ولاية العهد، أو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يشير إلى شيء آخر، لأن هذه الرسالة انتشرت في البلاد الإسلامية في ذلك الوقت، رسالة ولي العهد في ولايته للعهد، فإذا كل واحد يمكن يقرأ هذه الرسالة. الآن بعد أكثر من 1000 عام إحنا نقرأ هذه الرسالة، ويمكن بعد 1000 عام تقرأ هذه الرسالة. ما هي مناسبة هذه الكلمات لهذا التحول في حياة الإمام الرضا صلوات الله عليه؟ الإمام يريد أن يشير إلى ماذا في بداية هذه الوثيقة؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى أن هنالك خيانة، خيانة مبيتة، لا تأخذ هذه القضية على ظواهرها. الظواهر أن المأمون رجل تشيع يميل إلى أهل البيت كما يتخيل بعض المؤرخين، رجل كان متشيع يميل إلى أهل البيت، وأنه كان له معلم أو كانت له بعض القضايا أثرت من أيام طفولته فيه، فعزم على أن يرد الحق إلى أهله. لا، هذا ظاهر. المأمون رجل سياسي، وسياسي من النوع الذي يلاحظ كل شيء من خلال مصلحته. أكو ناس ينظرون إلى الأشياء من خلال الدين، وأكو ناس ينظرون إلى الأشياء من خلال المصلحة، من خلال المنفعة. هذا رجل سياسي من هذا النوع مثل بقية السياسيين. هذه الخطوة يجب أن لا تغر الناس وأن لا تخدع الناس. أكو هنالك خيانة، وأكو هنالك أشياء في الصدور، أشياء مبيتة، ولكن أين هذه الخيانة؟ ومن هو الذي يبيت هذه النوايا الخفية في صدره؟ الإمام لا يصرح صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يشير. الحمد لله الفعال لما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أكو خيانة، أكو نوايا مبيتة. هذه الكلمة الأولى في هذه الوثيقة. الكلمة الثانية: بهذه الكلمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحيي تعليما من تعاليم النبي صلى الله عليه وآله. ما كان في ذلك الوقت الحكومات المتعاقبة
حذفت هذا الشيء. الإمام يقول: وصلى الله على نبيه محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. الصلاة على الآل، هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الحكومات، السلطات، حتى نفس الوثيقة اللي كتبها المأمون ما فيها صلاة على الآل. ومن المؤسف أنه الآن بعد مضي تلك الحقة والحزازات اللي كانت والمشاكل اللي كانت، إلى الآن فريق كبير من المسلمين يغفلون هذا الشيء، مع أنه هم كاتبين في كتبهم. راجعوا صحيح البخاري اللي هو أصح الكتب عندهم، صحيح البخاري يقول إن النبي صلى الله عليه وآله عندما نزلت هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مو في الكافي، هذا في صحيح البخاري موجود، راجعوا. فقالوا: قد عرفنا السلام عليك، نعرف كيف نسلم عليك، ولكن كيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا في صحيح البخاري. في صحيح مسلم راجعوا عنوان الباب، باب يذكر هذا الحديث، هو نفس هذا الحديث، لكن لاحظوا التناقض بين الحديث وعنوان الباب. يقول: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب ينقل الحديث الذي يقول إن النبي قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول النبي يقول هذا الشيء، بس هو ما يلتزم بهذا الشيء. حقيقة عجيب، لأن الشيعة يقولون وآل محمد، إحنا ما نقول. هذا منطق؟ يعني كل شيء فعله الشيعة وإن كان صوابا وإن قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا ما نسوي؟ عدهم هم أحاديث تختموا باليمين، هم عدهم في كتبهم، لكن يقول لأن الشيعة يتختمون باليمين إحنا ما نتختم باليمين. هذا منطق؟ هذا كلام؟ في الصواعق المحرقة لابن حجر، هذا العالم المتشدد المتعصب، ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ فقال: أن تصلوا علي وتسكتوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الصواعق المحرقة موجود، المليء بالطعن على أهل الحق في رد أهل البدع والزندقة.
الإمام الرضا صلوات الله عليه في هذه الكلمة الثانية يريد أن يحيي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: وصلى الله على نبيه محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. أقول: وأنا علي بن موسى ابن جعفر صلوات الله عليه، إن عدنا إمارة ظاهرية وعدنا إمارة واقعية. الإمام يشير إلى هذه الإمارة الظاهرية من باب إلا أن تتقوا منهم تقاتا. إن أمير المؤمنين عرف من حقنا ما جهله غيره، حقيقة كلمات عجيبة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أولا يشير: هذا حقنا، هذا مو تفضل، هذا حق الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الحق. الآخرون سلبوا هذا الحق، هذا جانب من حقنا. مثل واحد غصب بيتك وبعدين أعاد إليك بيتك، تقول: أعاد إلي حقي، ولم يعد إليه الحق لأنه جعله وليا للعهد. وثانيا هذا إدانة لكل تلك الحقب التاريخية، هذا في الواقع إدانة مباشرة لأبوه هارون الرشيد، إدانة مباشرة ولكن بكلمات، إدانة مباشرة لهارون، إدانة مباشرة للهادي، إدانة مباشرة للمهدي، إدانة مباشرة للسفاح، إدانة مباشرة للمنصور، وتوثيق للواقع التاريخي. شنو اللي صار؟ ما الذي جرى؟ الإمام دا يثبت أن هنالك ظلما، أن هنالك اعتداء وقع على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عرف من حقنا ما جهله غيره، وأيضا هذا إدانة لما يقوم به المأمون بعدئذ، لأن يسوي نفس هاي الأعمال بعد فترة. فوصل أرحاما قطعت، شنو معنى هذا الكلام؟ معناه أن آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قطعت أرحامهم في ظل العهود السابقة، قطعوا أرحامهم. وآمن نفوسا فزعت، هذا دليل على أن أهل البيت، على أن الهاشميين، على أن الطالبيين كانوا يعيشون حالة الخوف في ظل تلك الحكومات، بل أحياها وقد تلفت وأغناها إذ افتقرت. هذه السياسة اللي اتخذتها الحكومات المتقدمة، إفقار أهل البيت، اللي بدأت من فدك، من ذاك اليوم، من اليوم الأول، إفقار أهل البيت، التضييق الاقتصادي عليهم، تخويفهم، ترويعهم، قتلهم. الإمام يشير إلى هذا الواقع اللي كان. وصل أرحاما قطعت وآمن نفوسا فزعت، بل أحياها وقد تلفت وأغناها إذ افتقرت. وإنه جعل إلي عهده
والإمرة الكبرى إن بقيت بعده. إن أكو تشكيك، فمن حل عقدة أمر الله بشدها، وقسم عروة أحب الله إيثاقها، فقد أباح حريمه وأحل محرمه. الإمام يشير إلى أن هنالك احتمال أن يقسم هذا العهد وهذا الميثاق وأن يحل هذا الميثاق، إذ كان بذلك زارياً على الإمام، منتهكاً حرمة الإسلام، نفس هذا العمل اللي سوف يقوم به المأمون فيما بعد. بذلك جرى السالف، عبارة مجملة، الشيء تظهر في معنى هذه العبارة، هكذا أفهم والله أعلم، أن الإمام يشير إلى أن هذا الانتهاك المتوقع هذا مو جديد. بذلك جرى السالف، السالف كما يبدو يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذين بايعوه هم الذين نقضوا هذه البيعة، بايعوه وبعدها أخذوا البيعة منه، لله ريب الدهور. بذلك جرى السالف، هذا النقض هذا مو جديد، هذا من قديم كان. فصبر منه على الفلتات، إن بيعة فلان كانت فلتة، ولم يعترض بعدها على العزمات، خوفاً على شتات الدين واضطراب حبل المسلمين ولقرب أمر الجاهلية ورصد فرصة تنتهز وبائقة تبتدر. ما عندنا وقت أن نتوقف كثيراً عند هذه الكلمات. ثم يشير إلى منهجه، إذا قدر له أن يحكم شنو المنهج؟ هذا تعريض بالمنهج اللي سار عليه الأمويون والعباسيون، هذا هو منهجي، يعني هذا المنهج القائم مو صحيح. وقد جعلت لله على نفسي إن استرعاني أمر المسلمين وقلدني خلافته العمل فيهم عامه، هذا منهج الإمام، وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصة. هذا الفرق بين المنهجين، العباسيين عندما أخذوا الحكم شردوا العلويين، قتلوهم، حميد بن قحطبة في ليلة واحدة قتل بأمر هارون 60 واحد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فيهم الشباب وفيهم الكهول وفيهم الشيوخ، هكذا تعامل العباسيون مع العلويين. ولكن الإمام يقول أنا إذا أجي للحكم إن استرعاني، إن شرطية، في عامة المسلمين وفي بني العباس خاصة، مع كل ما سووا مع كل ما قتلوا، تالله ما فعلت علوج أمية معشار ما فعلت بنو العباس. ولكن الإمام رائده العدل، مو أجي أنتقم أقتل أصفي، لا، وإنما العمل فيهم عامة، يعني في المسلمين، وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصة، بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، وأن لا أسفك دما حراما ولا أبيح فرجا ولا مالا. هذه الثلاثة المهمة في الإسلام، الحرمات، الأموال، الدماء، الأعراض، هذه جدا مهمة في الإسلام. الحكومات هذه القضايا محلولة عندها، يعني البشر ما إلى قيمة، الإنسان ما إلى قيمة،
الأموال ما إلها قيمة، الأعراض ما إلها قيمة، منطق حكومة تريد أن تحكم، أنا يجب أن أكون. ولكن الإمام يقول هذا كان منطق بني أمية، هذا كان منطق بني العباس. الإمام يقول لا، منهجي الاحتفاظ بهذه الحرمات، وأن أتخير الكفاة جهدي وطاقتي. ماكو محسوبيات، ماكو منسوبيات، أجيب الكف. زيد يجيب فلان لأنه صديقه، لا، الكفاءات في الإسلام، منهج الكفاءات. وجعلت بذلك على نفسي عهدا مؤكدا يسألني الله عنه، فإنه عز وجل يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فيها مقاطع نكتفي بهذا المقطع. والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك. الجامعة والجفر كتابان كانا عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أملاه رسول الله وكتبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في هذين الكتابين الجامعة والجفر علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كل شيء موجود في هذين الكتابين. هذان الكتابان كان عند أهل البيت يتوارثونهما، والآن الكتابان موجودان عند سيدنا ومولانا المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقول أنا أعرف أن الأمر لا يتم، يعني داخل في الأمر دخول خارج منه. والجامع والجفر يدلان على ضد ذلك. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين. لكني امتثلت أمر أمير المؤمنين الإمارة الظاهرية وآثرت رضاه. يعني شنو؟ يعني إذا ما أسوي هذا العمل أتعرض لسخطه، وإذا الحاكم يسخط يعني يسوي كل شيء. وآثرت رضاه والله يعصمني وإياه، وأشهدت الله على نفسي بذلك، وكفى بالله شهيدا. هذه الوثيقة كما قلنا تحتاج إلى دراسات تتناول كل كلمة كلمة من هذه الوثيقة. وبالنتيجة أيضا المأمون الذي كان يخطط وكان يفكر في أهداف، شاف أن كل هذه الأهداف اللي أرادها ما تمكن من تحقيقها. عندما جعل الإمام وليا لعهده كانت عنده أهداف سياسية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه الوثيقة ببقية مواقفه أبطل كل هذه الأهداف، فما وجد أمامه حلا إلا اغتيال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حيث سمه في عنب مسموم. هاي الأشياء اللي الآن تشوفوها، عمليات الاغتيال، عمليات التصفية لعلماء الدين، هذه مو جديدة، هذا من قديم، هذا منطق السياسة المنحرفة، أنه واحد يقول أنا لازم أقعد على هذا الكرسي. تصفية واغتيال هذا المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد الصدر
رحمة الله عليه، ومن قبله آية الله البروجردي وآية الله العظمى الغروي رحمة الله تعالى عليه. هذا كله يدخل ضمن هذا الإطار، أنه الظالمين يريدون أن يحكموا، بعد لا يهمهم شيء من قتل وتصفية وإبادة، مو مهم أحيانا والعياذ بالله. حتى إذا واحد مو حاكم، هو هذا يصير منطقه في علاقاته في أموره، علاقاته تحكمها معادلة المصلحة. أنا أروح إلى قرايتك حتى تجي إلى قرايتي، أنا أكرمك حتى تكرمني، أنا أحترمك حتى تحترمني. هذا شنو معناته؟ معناته فكر مصلحة. حتى الأخلاق يمكن أن تكون أخلاق مصلحية مو لله سبحانه وتعالى. هذا الشيء مو جديد، هذا منطق السياسة المنحرفة ومنطق الذين ينظرون إلى الدنيا من خلال المصلحة والمنفعة. أما المؤمن فهو ينظر إلى كل شيء من خلال الدين، يشوف دينه شنو يقول له يسير وراء ذلك الشيء. لذلك أحيانا المؤمن يتخذ مواقف عجيبة. في سورة البقرة يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، أصحاب المصالح ينظرون إلى المؤمنين نظرتهم إلى سفيه، لأنه يفوت مصالح لأجل دينه. ولكن ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا العالم الجليل، حقيقة هذه سعادة أن يقضي الإنسان عمره في العلم والتأليف والكتابة والدفاع عن الحق والدفاع عن أهل البيت، وفي نهاية عمره يموت شهيدا. حقيقة هذه سعادة لا تتوفر إلا للأقلين. إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.